في أول أيام السماح بصيده في المياه الإقليمية توفرت كميات قليلة من أسماك الميد في سوق شرق، حيث اشتكى عدد من رواد السوق من شح الميد المعروض، فيما توفرت أنواع أخرى من الأسماك في السوق المحلية وفقا لما رصدته عدسة الراي خلال جولتها اليوم. والله شوية زحمة وايد، بس ميد مقطوع كلش، ما في كل شيء موجود، كل شيء في زبيدي وايد، إيراني كويتي، في يعني سيباس، في يعني أكثر من نوع، حوالي 10 أنواع تقريبا أكو في المحل، ما قصة ميد مخلص، الظاهر من الصبح مخلص. عندك الهامور غالي، الشلع غالي، يعني الأسعارها نار، مو مثل أول، العادة تلقاها أسعار معقولة، في شيء تلقاه منتهي مثل جلعل يقولك ما اليوم، وهم مو اليوم، بس انا اقول وين عن التجاره على هالشيء. الميد علي اشوف اسعاره مو معقول اسعاره، يعني قليل، يعني علي وين المج، اول تلقاه متروس الحين ما في مج، قليل، يعني سعره كان اول سعره دينار ونص، الحين شوف السعر ارتفع فوق. انواع كل شيء موجود، هامور، زبيدي، سيباس، سبريم، انواع كلها موجوده الحمد لله، بس الميد حاليا ممنوع. الميد حاليا الجون مسكره، صيده ما يجي، جو حار ما ينزلون يبون صيد الحين، حاليا مسكره. ان شاء الله فتره جديده، ان شاء الله يبون اخر شهر، يمكن شهر 7 ينزلون ان شاء الله. والثروه السمكيه الحين ماسك عليهم، الحين مو معلوم متى ينزلونه.